يواصل مهرجان تسويق تمور الإحساء فعالياته عن عرض منتجات التمور المصنعة، حيث تشهد مصنعة تسويق التمور أكبر نسبة من الزوار، وتعرض أكثر من 100 صنف من التمور المصنعة بالإحساء، منها المألوفة ومنها الغريبة. المزيد في التقرير التالي. عرفنا التمر منذ القدم كثمرة سكرية حلوة المذاق، وإن تعددت أشكالها وأحجامها فستبقى هي ذاتها في شكلها وطعمها، إلا أنها اليوم تعدت مرحلة المنتج الأوحد فباتت تدخل في صناعة غذائية أخرى، حيث كان لزاما أن تقوم صناعات رديفة من مشتقات التمور، ولتتسع دائرة الأسواق من المحلية إلى الخارجية، وتبدأ شعلة المنافسة بين منتجي التمور للمنافسة في إبراز منتجات تسلب شهية الزبائن. ويعرض مهرجان تمور الأحساء بالمملكة العربية السعودية في نسخته الرابعة أصنافاً لا تعد ولا تحصى لمنتجات التمور المصنعة، بعضها قد يعتبر مألوفاً كالمعمول والدبس، والبعض الآخر غريباً كخل التمور. عندنا حاجة تميزنا فيها هي الدبس بأنواعه، كذلك في حاجة تميزنا فيها على مستوى الشرق الأوسط وهي إنتاج الخل من التمر. طبعا كل هالمنتجات هذه لا توجد فيها أي إضافات، هي طبيعية 100%. ودخل التمر هذا العام منعطفا تصنيعيا جديدا، حيث أقحم التمر ولأول مرة في تصنيع الآيس كريم، في خطوة دوى صداها في أرجاء المعرض وخارجه، حيث اصطفى زوار المهرجان صغارا وكبارا لشراء هذا الضيف المميز على المهرجان. آيس كريم التمر طبعا احنا كان الفكره من العام الماضي، لكن الان السنه يعني حطينا الآلة الايس كريم، طبعا القينا عليها تجارب، سوينا تجارب اكثر من تجربه الين وصلنا الى النكهه اللي نبغاها. في بعض الاطفال ما يحبون التمر، فحبينا ندخل عليه الايس كريم بالتمر بحيث النكهه برضو توصل للاطفال ويحبونها. واستغلت بعض المصانع الطاقات المحلية وبالذات النساء لتوظيفهن في مجال إبداعي لا ينفك يعتبر فنا بطريقة أو بأخرى. بالنسبة لمصنعنا مشهور أنه هو يوظف بنات سعوديات من الأحساء نفسها، نشغل أفكارهم إبداعاتهم بأيديهم، شغالين في حاليا إنتاج تمور بالشوكولاتة وتمور فاخرة بالمكسرات. عندنا معمل خاص نجرب فيه أفكارهم الجديدة، ضبطت ما ضبطت لكن إحنا شغالين عليها ومستمرين. السنة استطعنا حصر أكثر من 100 أسرة منتجة على مستوى الأحساء، طبعا هذه الأسرة المنتجة تنتج في البيوت، إحنا نودي لها الماتيريال وهي تبتدي تنتج ونتحاسب معها على المواد الماتيريال فقط، أما نسبة هامش الربح تكون 0% بدون أي هامش ربح. تمور الأحساء تشهد قفزات متسارعة في التطوير وتحويل المنتج من التقليدية إلى الاحتراف، وفي كل عام تتجدد منتجات التمور التحويلية لتبرز في جودتها وطريقة عرضها المبتكرة، وهذا التطوير ينعكس بشكل إيجابي على قيمة التمر كصناعة وطنية سعودية. لم يعد التمر منتجا واحدا فقط نستهلكه في بيوتنا، بل تحول بفضل المنتوجات التحويلية إلى منتجات أخرى نستهلكها في بيوتنا وتتنافس فيما بينها بالكفاءة والجودة. لتلفزيون البحرين، أحمد البلوشي، الأحساء.